تقام يوم الاثنين الموافق 11 ابريل 2022 البطولات التالية: بطولة دوري ابطال اسيا وبطولة الدوري الاسباني والدوري الايطالي. في البداية الرجاء من فضلكم الضغط على زر الاعجاب اسفل الفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم الجديد في هذا المحتوى دائما. الان مع تفاصيل المباريات. اولا مباريات دوري ابطال اسيا، حيث تقام اليوم 6 مباريات بالجولة الثانية من دور المجموعات، وهي كالتالي: المباراة الاولى القوة الجوية العراقي ضد مومباي سيتي الهندي، تقام في تمام الساعة 7:15 مساء بتوقيت مصر و8:15 بتوقيت السعودية والعراق، وتذاع عبر قناة بين سبورت AFC HD. المباراة الثانية الريان القطري ضد الهلال السعودي، تقام بنفس التوقيت 7:15 بتوقيت مصر و8:15 بتوقيت السعودية وقطر. المباراة الثالثة نساف كارشي الأوزبكي ضد الوحدات الأردني، تقام بنفس التوقيت 7:15 مساء بتوقيت مصر و8:15 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت AFC HD. المباراة الرابعة الشباب السعودي ضد الجزيرة الإماراتي، تقام في تمام الساعة 10:15 مساء بتوقيت مصر و11:15 مساء بتوقيت السعودية و12:15 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع عبر قناة بين سبورت AFC HD. المباراة الخامسة الفيصلي السعودي ضد السد القطري، تقام بنفس التوقيت 10:15 بتوقيت مصر و11:15 بتوقيت السعودية وقطر، وتذاع عبر قناة بين سبورت AFC HD. المباراة السادسة الشارقة الإماراتي ضد استقلال دوشنبة من طاجيكستان، تقام بنفس التوقيت 10:15 مساء بتوقيت مصر و11:15 مساء بتوقيت السعودية و12:15 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع عبر قناة بين سبورت AFC HD. ثانيا مباريات الدوري الأسباني، حيث تقام اليوم مباراة واحدة بالجولة 31، وهي كالتالي: رايو فاليكانو ضد فالنسيا، تقام في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مصر و10 بتوقيت السعودية و7 مساء بتوقيت جرينتش، وتذاع عبر قناة بين سبورت HD1 بتعليق نوفا الباشي. ثالثا مباريات الدوري الإيطالي، حيث تقام اليوم مباراة واحدة أيضا بالجولة 32، وهي كالتالي: بولونيا ضد سامبادوريا، تقام في تمام الساعة 9:45 مساء بتوقيت مصر و10:15 بتوقيت السعودية و7:15 مساء بتوقيت جرينتش، وتذاع عبر قناة ليجا سيريا اي يوتيوب بتعليق خالد رغول. وفي النهاية ما هي توقعاتكم لأهم مباريات اليوم؟ اكتبوا لي في التعليقات أسفل الفيديو.